رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. Yes, we are live. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقائنا أو لقاؤنا اليومي كما عودناكم كل يوم الساعة 8:30، لقاء متجدد، لقاء متميز مع شخصية متميزة. اليوم معنا اليوم حلقة راح تكون قريبة إلى رمضان وعيد المسلمين رمضان. طبعا بهذه المناسبة أهنئ إخواننا المسيحيين بعيد الفصح المجيد، وإن شاء الله يكون أيامهم كلها سعيدة وترجع عليهم الأيام بحب وعطاء ونرجع لماضي ما قبل الكورونا يا رب. اليوم عندنا موضوع مهم جدا وجميل جدا وشيق جدا، وهو النشيد الإسلامي. موضوع النشيد الإسلامي موضوع يبت فينا القوة والثبات إن شاء الله، يبت فينا الصلة مع الله سبحانه وتعالى، ويساعدنا دائما إلى تقوية جهاز المناعة اللي بنحكي عنه دائما، وهو جهاز مهم جدا في مكافحة كل الفيروسات والبكتيريا. فاليوم معنا دكتور مش في الطب، لا دكتور في شغلات ثانية هحكي لكم عنه، معنا فنان، معنا منشد اسمه مصطفى العزاوي. ومن لا يعرف مصطفى؟ مصطفى أحبه وعرفه الصغار قبل الكبار، أحبه الجميع بشخصيته وبصوته. ولد في محافظة ديالى بالعراق والتحق بجامعة بغداد، نال منها الماجستير عام 2005، وحصل على الدكتوراه في الشريعة والقانون من الجامعة الإسلامية العالمية في الأردن. لقبه جمهوره بالعندليب العراقي. كان أحد منشدي قناة طيور الجنة، وفي عام 2011 انتقل إلى قناة كناري التي تبث من مدينة جدة، ثم انتقل للعمل إلى قناة نون الفضائية، وتنقل بين وكان له برامج في عدد كبير من القنوات الفضائية. هو الآن مقيم في كندا، متزوج ولديه 3 أبناء. حصل على لقب سفير الطفولة من قبل المنظمة البريطانية هيومن أبيل، وله العديد من الأعمال التي تجاوزت مشاهدتها الملايين من الصغار والكبار. أهلا وسهلا فيك مصطفى بين أهلك وجماعتك، وحياك الله وشرفتنا اليوم. الله يحفظ لك دكتور، حياكم الله. شكرا لك ولهذه المقدمة الرائعة، وندل على شيء يدل على طيب أصلك وكرمك، وأيضا شكرا لكم على هذه التغطية وأنه فسحتوا لنا المجال حتى نتواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال موقعكم مع ناسنا وأهلنا الموجودين في جميع أنحاء العالم. وأيضا شكر موصول لحبيبنا أستاذ محمد التميمي على حبيبي الدعوة وعلى المشاركة معنا اليوم أيضا. إن شاء الله يا رب نكون خفيف في الظل عليكم بهذه الساعة. حبيبنا مصطفى الغالي، الله يسعدك واهلا وسهلا فيك. الحقيقه يعني احنا بنعتز فيك وبنعتز بوجودك بيننا، واحنا متاكدين انه راح تكون سهره وليله من ليالي العمر اللي راح نستمتع فيها ونعرف الجمهور اللي ما بيعرف مصطفى، لانه في عدد كبير بيعرفك. اللي ما بيعرف مصطفى نعرف الجمهور عليك ويشوف كيف في عندنا أصوات ندية تطرب الروح وتطرب القلب وتشنف الآذان. والحقيقة القصائد الروحية والأناشيد الروحية هذه أناشيد لها في القلب مكانة عظيمة جدا. يعني صحيح. رباه بذكرك أعرف ذاتي، يعني هذه فعلا شعار عظيم جدا. لما الواحد يذكر الله سبحانه وتعالى يعرف ذاته ويعرف نفسه، يعرف حقيقته، يعرف خلق الله له. فمنها طرب، ومنها تذكر للحياة الحقيقية، ومنها تذكر للإله ووصل بالإله. يعني ما في منا شخص لم يتعلق بشيء من هذه القصائد العظيمة وهذا الشعر العظيم الروحي اللي يبعث في الروح الهدوء والسكينة والطمأنينة. ولذلك أقول إنه هذه الليلة
بإذن الله ستكون ليلة من الليالي اللي الواحد يستشعر فيها حقيقة الحياة، يستشعر فيها الوصل والصلة مع الله سبحانه وتعالى، ويحاول قدر الإمكان أنه يعني يمهد نفسه ويجهز نفسه للآتي من الأيام القادمة، يجهز نفسه لرمضان. أنا أرحب فيك مصطفى، الله يحفظك. وأترك لك أول يعني شيء في هذا أول حوار في هذا اللقاء. تخبرنا فيه عن رحلتك مع النشيد، كيف بدأت بالنشيد؟ وين كانت البدايات؟ يعني شو هي الرحلة هذه العظيمة اللي خلتك يعني تبدأ بمسار كان بإمكانك بجوز في لحظة إنك تغيره لمسار آخر من الغناء والطرب الآخر؟ طبعا كله فيه طرب، لكن أنت اخترت خط معين، فكيف كانت البداية ولماذا هذه البداية؟ بداية مرة أخرى شكرا لك أستاذ محمد، وشكر لدكتور جمال ولكل المشاهدين اللي يشاهدونا الآن عبر هذه الشاشة الصغيرة. بالحقيقة يعني بداياتي كانت من العراق، انطلقنا من هناك ببدايات بسيطة جدا، وكانت يعني لها أثر كبير بصراحة، رغم يعني الظروف اللي كان يحيط به اللي تحيط بينا احنا هناك بالعراق كبلد يعني وكشعب، ايام الحصار وايام الحروب ومن بعد ذلك الاحداث اللي صارت بالعراق من احتلال وغيرها، لكن الحمد لله يعني استطعنا ان نقدم شيء وواكبنا الحدث، سواء كان الحدث يعني في حينها وحتى ما تتعرض الى الامه، فكنا حريصين على ان نطرح قضايا تساند قضايا الامه بشكل عام. كانت في وقتها بالدرجة الأولى هي قضيتنا الأولى والأخيرة، قضيتنا القضية الفلسطينية، فقدمنا يعني جزء من الغناء الروحي بالإضافة إلى غناء وطني كان له واقع كبير يعني في مجتمعنا في ذلك الوقت. من بعد ذلك عندما انتقلت إلى الأردن، إلى عمان تحديدا، مدينة عمان العاصمة، عام 2005 بدأت النشاط الإعلامي بشكل أوسع، لأن يعني كان المجال في العراق كان مجال ضيق، لكن في الأردن نوعا ما كان الوضع متاح بشكل كبير، وكانت هي في موضوع النشيد الأردن تعتبر هي النقطة المحور، خلينا نسميه للمنطقة بشكل عام، سواء كان من جهة دول الخليج أو من بلاد الشام وغيرها. فكانت يعني اختيار الحمد لله كان موفق، استقراري في الأردن يعني ساعدني كثير، وبين أهلنا وناسنا هناك في الأردن يعني الله يجزيهم الخير، يعني بصراحة لاقيت دعم كبير جدا يعني على جميع الأصعدة بالنسبة للأردن، دعموني بشكل كبير جدا بتشجيعهم بفسح المجال إلي بالمؤسسات الإعلامية والفضائية وغيرها. فكانت الانطلاقة من ذلك الوقت، بدأ بشكل نشاطي بدأ يزيد من 2006 2007 تقريبا، ايضا بدانا نطلع مهرجانات دوليه، بدانا يعني فتحت لنا الاجواء بشكل اكبر. من بعد ذلك دخولي الى قناه طيور الجنه كان نقله نوعيه، مشاركتي في اذاعه حياه اف ام هناك في الاردن، قناه المجد، قناه شدا، من بعد ذلك قناه راما، و يعني قنوات كثيره. من بعد ذلك صرت في قناه شارق، قدمت برنامج يعني فتره قليله لكن كان يعني خطوه جيده بالنسبه لي. وطبعا قناة طيور الجنة كان لها الحظوة الأكبر يعني خلينا نحكي، والانتشار الأوسع بالعالم. بعد ذلك قناة كناري، ومثل ما تفضلت في مقدمتك دكتور جمال، والحمد لله يعني انتهى بنا المطاف إلى كندا، وما زلنا نقدم ونتواصل مع ناسنا وجمهورنا، وفي عندنا الكثير من الفعاليات والمهرجانات والحفلات وقليلي الإصدارات بسبب الظروف و يعني التنقلات الكثيرة اللي كنا ننتقلها بالفترات الماضية، يعني حالة بين أنه يكون إنتاجنا قليل بصراحة. وهذا بشكل مختصر عن السيرة الذاتية الفنية بشكل سريع.
طيب يعني أنا طبعا القصائد انقطع الصوت عند أستاذ محمد، صوت ملائكي ولم يخطئ من أسماك العندليب، عندليب العراق صراحة. حابب أسمع أستاذ محمد، كمل عفوا قطع الخط عندك. لا عفوا، أنا بس كنت بقول إنه الشعر الصوفي والشعر الروحي والأناشيد، طبعا النشيد الإسلامي نشيد له أبواب متختلفة ومتنوعة مش مقتصر على الصوفي، ولكن يعني حتى دخل في الشعر الاجتماعي، وأكيد موجود من زمان الشعر الوطني بلمسات خلفيات إسلامية معروف. إحنا اليوم بجوز حابين نعيش في أجواء رمضان بشكل أكبر، ونستذكر الشعر الذي يقربنا من هذه الأجواء. ففي هذا يعني أذكر لما قال الشاعر: روحي تحدثني بأنك متلفي، قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي في ذاك عرفت أم لم تعرفي. فلما بتسمع هذه القصائد تحس أنه يعني هي غزل، ولكن الشاعر وصل فيها من الحب الإلهي لهذه الدرجة. قطعا لكلامك بخير إن شاء الله، قاطع كلامك بخير. يعني أصلا القصائد العربية في ذلك الوقت حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت أول ما تبدي بالغزل، مثل يعني شعر حسان بن ثابت وغيره: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، وهكذا. فكل القصائد تبدأ بالغزل. نعم. الغزل طبعا بعدة معاني، والغناء الصوفي تحديدا، يعني ممكن البعض يتحسس من كلمة الصوفي، لكن هو الغناء الصوفي هو فن بحد ذاته، هو عمق النشيد حقيقة. نعم. لذلك يعني أنا يعني كان عندي من المفترض يكون عندي حفل في شهر ماي في أواخر رمضان، سميناه صوفي جاز. الفكرة منه أنه يكون اللون الصوفي لكن بطريقة الحداثة شوي نوعا ما الغربية، يعني فكرة جديدة لكن رائعة حتكون، لكن قدر الله أنه جانا الكوفيد 19 وأجل كل شيء. الغريب بالموضوع، يعني هو بالنسبة لي مو غريب بس ممكن الغريب عند بعض الناس، أنه أكثر الناس اللي تحب تحضر مثل هذه الأنشطة هم الغير عرب والغير مسلمين أصلا، يعني المواطنين الكنديين أكثر شيء كانوا حريصين على حضور مثل هذا الفن، لأن يعتبروه هذا فن تاريخي وعريق جدا، وفي يلامس الوجدان يعني بشكل كبير. طب شو رأيك شو رأيك نأخذ لنا تدخلنا في المود عشان الدكتور جمال يتجلى ويتسلطن. يلا محضركم مايكاني وكل الأجواء يا عيني. يلا حبيبنا وآيات الغرام البينات وآيات الغرام بالبينات الله شداكم في الرياح السارية عشقناكم ولا
علينا، فكل اللطف في تلك الصفات فما شم المحب لكم نسيما، فما شم المحب لكم نسيما تلت عينا. يا الله، ففي فسح القلوب لكم ديار، ففي فسح القلوب لكم ديار، ودام معنى القلوب عامرات نهيم عن الوجود إذا ذكرتم، ونعم عن صنوف الحادثات أتسعدنا بقربكم الليالي الليالي، وصبح الوصل يمحو القاطعات. أمان 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 الله الله، ابدعت ابدعت. يعني ايش بدي اقول له؟ ابدعت ابدعت ابدعت، الله عليك ما شاء الله. انت حكيت الشعراء كانوا يبداوا بالغزل، وانا شايف المتابعين بداوا مش مرحبا وكيفك يا جمال وكيفك يا محمد، بداوا يتغزلوا فيك. اللهم صل على سيدنا محمد ما شاء الله عليك. أنا صراحة بصراحة مو شايفة، يا ريت لو تقولوا لي حتى نفتح على الجهاز الثاني. بقول لك ما شاء الله صوتك يدخل القلب دون استئذان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن تبعه الإحسان بيوم الدين. ما شاء الله أحسنت يا أخي، جزاك الله خيرا. جميل، الله يعطيك ألف عافية. ناس سموك بالصوت الملائكي. مساء الخير دكتور مصطفى من الأستاذة خولة طه. والنعم. بالهلا وغلا مساء الفل. طبعا دكتور مخلص بقول لك كل الاطباء فنانين، ف هو دكتور مش طبيب. الاستاذه امال تقول لك سلام عليكم، مرحبا بكم جميعا، اهلا وسهلا فيك. وفوزيه برضو بتسلم عليك، يعني ابدعت ابدعت، يعني ما شاء الله. ما بعرف انا الصوت يعني مش طبيعي، يعني انه وصل للقلب وصل للوجدان. صوت فعلا رائع. احنا بنحكي عن صوت بدون موسيقى يا جماعة، يعني
مش كل الفيك زي اللي بيحكوا الميك اب تبعت البنات هذول، لا هذا الصوت الناتشرال. الله يعطيك العافيه ويقويك يا احنا رب. نعزف لكم موسيقى من عندنا يعني، ما يحتاج ان شاء الله. ايه. ان شاء الله ترانيم ترانيم صوتك لحاله موسيقى. انا بدي ابدا قبل ما يروح الاولاد يناموا، انا عارف في بعض الاطفال موجودين بدي اسمع شيء لإلهم. من عيوني. تسلم عيونك. شو نسوي لهم؟ ايش في طيور الجنه كان عندكم؟ من طيور الجنه من اللي بدك يا مالبين الحرم. زينوا الحرم والحرم لينا، وبأرض الحرام طفنا وصلينا. زينوا الحرام والحرام لينا، وبأرض الحرام طفنا وصلينا. الكعبة لامين لامين ولامين، الكعبة لامين لامين ولامين، لرب العالمين والطواف لينا. زينوا الحرم والحرام لينا، وبأرض الحرام طفنا وصلينا. الله 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 الله. يعني انا ندعو اليوم بوجودنا ان شاء الله في هذه المحنه انه نستطيع ان شاء الله نرجع للكعبه وندخل الحرم ان شاء الله، وترجع مساجدنا وكنائسنا ومعابدنا جميعا ترجع تفتح، وندعو لله آمين سبحانه آمين وتعالى ان تزول هذه الغمه عن الجميع يا رب. امين امين. مصطفى، يعني خلينا نحكي شوية فنيات. إحنا قابلنا بعض الشباب المبدعين من اللي عازفين عود واللي عندهم أصوات طربية قوية حقيقة، وحدثونا عن المقامات. وأنا بعرف طبعا أنه النشيد لا يخرج عن مقامات الغناء العربي. ف انت عندكم دراسه لما بتبداوا في النشيد، هل اي واحد بده ينشد بيتعلم المقامات وبيبدا ينشد، ولا لا ممكن ينشد على السمع وياخذ اللحن من غير ما يتعلم، ولا يعني انتم شايفين انه هذا المقامات مدرسه مختلفه ما لكوش علاقه فيها؟ طبعا هو لا يمكن الغناء، يعني المقامات هي أساس الغناء أصلاً، يعني أنت لا يمكن تغني بشيء من غير مقام يعني أصلاً، أو من غير نغم يعني. فهو الأساس هو المقام، لكن البعض من المغنين أو المنشدين مثلاً ممكن يغني بطريقة يعني يؤدي، لكن هو لا يعرف أو يجهل اسم المقام أو اسم النغم، وممكن يؤدي بطريقة احترافية لكن هو ليس متمرس أو غير دارس لهذا العلم. هو علم الموسيقى بالذات هو علم المقام، لكن يختلف من دولة إلى دولة، من مكان إلى مكان، من زمن إلى زمن، ممكن حتى بعض الأحيان، لأنه بعض المقامات يعني تم يعني اكتشافها في أوقات مختلفة عن المقامات الأخرى، بالذات في بلداننا الشرقية في العراق وغيرها، لأن هي تلاقح ثقافات، خلينا نحكي جزء منها. المقامات مثلا الأجنبية عندهم فقط مقامين، أما البلاد العربية لأن مقامات شرقية فيتعاملون مع مقامات كثيرة، الأساسية منها ثمانية. عندنا بالعراق نذهب إلى موضوع فروع المقام، يعني المقام الواحد يتفرع إلى 30 وإلى 40 ممكن فرع، يعني من ناحية مثل مقام البيات، مقام الحجاز، الصبا، غيرها، يتفرعون إلى عدة أفرع، ومنها قطع وأوصال وميانات، هيك لها مسميات، يعني الحركة البسيطة في النغم يطلقون عليها مسمى.
لكن تبقى لها طابع مختلف من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان. يعني ممكن تسمع مقام البيات من فنان فلسطيني مثلا أو من بلاد الشام، وتسمع نفس المقام من شخص عراقي، تسمع مختلف تماما يعني، لكن هو نفس المقام يعني، نفس الطبقة، ممكن نفس العزف، نفس الشيء، لكن روح النغم مختلف. يعني النشيد معني بالمقامات، وفي دراسة للمقامات، مش مسألة هيك ارتجالية كيفما اتفق يعني. أي شيء يغنى أو يرتل أو يؤدى بطريقة الغناء أو أي شيء فهو مقام طب أنا بدي يعني. أستأذنك شيء بسيط، أي نعم. بدي نسمع الأذان وتحكي لنا هذا، إذا في إذا بدك إذا بتأذن على مقام معين مثلا، أي بس حاضر. تسمعنا الأذان، نستهل يلا بسم الله. بالأذان. الله أكبر الله أكبر، هذا على مقام الحجاز مثلا. أشهد أن لا إله إلا الله، هذا بيات مثلا. ما شاء الله. مثلا عندك المقامات الأخرى، الله أكبر الله أكبر، هذا على مقام الكل. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا مقام النهاوند. تحبون بعد مقامات؟ معك، ما شاء احنا الله معك للصبح. ما شاء الله ما شاء الله، ما شاء طيب الله الله. الأنفاس. حي على الصلاة، حي على الصلاة، هذا مقام السيجا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا
هذا ما شاء الله مقام الراست هذا. ما شاء الله ما شاء ما شاء الله، الله. فعلا يعني شيء جميل جدا. أنا صراحة ما بعرف، كنت كل بفكرهم كلهم أدنوا وخلاص، أدن وانتهى الموضوع. طبعا الشباب هم ما شاء الله، بقول لك عبد القادر أشكرك على الدعوة، والأستاذ مصطفى علم من أعلام الإنشاد، ربي الله يبارك فيك. وفيك إن شاء الله. الأستاذة آمال بتسأل، طبعا نرحب بها، هل ترتبط هذه الأناشيد بالشعر الصوفي أو منحدرة من أسلوب عبد القادر الجيلاني في الشعر الصوفي الصرف، أم لها دلالاتها في طريقة صوفية معينة؟ سؤالي ينبع من انتشار الأشعار الصوفية في السودان. نعم، هو طبعا ما في ربط بين الـ يعني حتى نميز انه الاشعار الصوفيه هو شعر، يعني مثل الشعر العربي الشعر الجاهلي، بس هو الشعر الصوفي دائما تخلد، يعني او كان جل الاشعار الصوفيه هو طبيعه الغزل او طبيعه المناجاه مع الخالق اكثر شيء، مثل يعني ابن الفارض وابن العربي وغيره. لكن الإنشاد بشكل عام يعني ممكن ينشد فيه قصائد صوفية وممكن ينشد فيه قصائد يعني غير صوفية، يعني ممكن لها علاقة بواقعنا اللي نعيشه، ممكن قصيدة عن الأم، قصيدة في حب النبي صلى الله عليه وسلم، قصيدة لها علاقة عن البطولات، عن الشجاعة، عن الشهامة، عن المروءة، عن الإخاء، عن الأخوة وغيرها يعني. لكن أكيد يعني جزء من الإنشاد هو اللون الصوفي. طبعا انت بما انك عراقي وحبيبنا محمد عيسى عراقي، والعراقي يطلب من العراقي يأمر يتدلل عليه، فيقول لك محمد عيسى مصطفى الحبيب، يا حبذا لو تقرأ تقدر تقرأ لنا قصيدة يا دار فعلت بك ما الأيام. فعلت بك، يا ما فعلت بك الأيام لشمس الدين الكوفي. شمس الدين الكوفي، الآن أحاول أطلعها، الكلمات مو كلها حافظها بالضبط، أحاول أطلعها الآن. طبعا خلال انت مع اللي هي هذا حقرأ اللي هي لك، تقدر قف في ديار الظاعنين وناديها يا دار ما فعلت بك الأيام، يا دار أين الساكنين وأين ذياك البها وذلك الإعظام، يعني أحاول. طلعها طبعا بعد ال... طبعا بعد ال... اخونا محمد عيسى من يعني شاب من اروع الشباب، قارئ ويعني عاشق للكتب على رأي الدكتور جمال، ولذلك حتلاقي في عنده التذوق الأدبي عظيم في أقصاه يعني. ما شاء الله. بارك يعني الله فيك. الآن القصيدة يعني هو لأنه محمد أخي أنشدها دائما، فمشكور الله يحفظ لك يا رب. هي لمحمد، لكن أحاول الآن أطلعها. أي نعم. قف في ديار الضاعنين وناديها، الله قف في ديار الضاعنين وناديها، يا دار ما فعلت بك الأيام، يا دار أين الساكنون وأين ذياك البهاء وذلك الإعظام. يا دار أين الساكنون وأين دياك البهاء وذلك الإعظام.
يا غايبي وفي الفؤاد لبعد هم نار نار لها بين الضلوع ضرام وويلي يا ويلي لا كتبكم تأتي ولا أخباركم تروى ولا تدني الأحلام يا ليت شعري كيف حال أحبتي وبأي أرض خيموا وقاموا والله ما اخترت الفراق والله ما اخترت الفراق وإنما حكمت علي بذلك الأيام. ان شاء الله بنرجع وبنعود لديار ونعود لنا ديارنا. هي طويله فاختارت ابيات بسيطه يعني. طيب يعني انا بدي اشاكس شوي مصطفى، تسمح لي اشاكس شوي؟ خذ راحتك. يعني دائما لما بنسمع الـ الـ الاناشيد الـ الاسلاميه بنشوف أناشيد عن الوطن، بنشوف أناشيد في حب الله، بنشوف أناشيد في الرسول عليه الصلاة والسلام، بنشوف أناشيد في الأمة، بنشوف أناشيد في الهمة، لكن وكل الأناشيد تبدأ بالغزل زي ما أنت حكيت، وكل محتواها كلمات غزل، إلا أنه نتجنب أن نحكي هذا غزل، ونتجنب أن يعني نقول قصائد أو ننشد قصائد في حب المرأة. هذا الكلام بعرف أنه قديم، فهل تجد أنه صار في تطور؟ بدأ المنشد الإسلامي بدأ يتطور ويتغزل بالمرأة، ولا بعده حاس أنه هذا تابوه مستحيل أنه 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 يقترب منه؟ مع العلم أني أنا بعرف أنه كثير من المنشدين أصدقائي ماشي لما نكون موجودين مع بعض بتغزلوا كثير في المرأة. هي المشكلة القالب اللي وضعه في موضوع النشيد، يعني فهم أن النشيد هو فقط مدائح ومناجات لله سبحانه وتعالى، وهذا شيء فخر يعني، بالعكس ما في مشكلة، لكن وبالحقيقة هو نابع من رسالة الإسلام. رسالة الإسلام رسالة إنسانية شاملة يعني، يعني الإسلام ما أجى بس يعني أنه إحنا نتكلم في أمور الدين، الإسلام رسالة عامة يعني لكل الأمة، يعني للنبات والحيوان و الجماد في كل شيء ممكن أنت تتكلم، هو رسالة، رسالتنا إحنا يعني. حتى القرآن الكريم عندما يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يقول أرسلناك إلى الناس كافة، فللناس مو للمسلمين، للناس يعني المسلمين وغير المسلمين، فلذلك رسالتنا هي لكل الناس. فالمشكلة أنه يعني ممكن البعض يستنكر على المنشد من يشوفه أنه والله ده يغني على الزوجة مثلا أو عن الأم أو عن الله. طبعا الغزل المشكلة أيضا الجانب الآخر، وضع موضوع الغزل هو حصرا للمرأة الغير اللي تربطك علاقة بها غير شرعية، تمام؟ فهذا فهم الغزل يعني، خلص أنه أنت ما دام تحب وحدة وتتغزل بها، ولازم بشرط أنه ما تكون أنت عندك صلة بها يعني، أنه هي تكون غريبة يعني، ولسه انتم متفقين يا راح تتفقون على الزواج يا مش حتتفقون، تمام؟ طب اكسر لنا القاعده يا مصطفى. اي المكسوره القاعده كثير، احنا كثير كثير يعني من القصائد اللي انشدناها غزل بالام، غزل بالزوجه، غزل بالاخت، غزل
حتى المرأة بطبيعة المرأة، هو الفكرة أنه أنت لا تقع في محذور شرعي. شنو هو المحذور الشرعي؟ لأنه يعني اليوم العلماء من يناقشون موضوع حلة وحرمة الموسيقى مثلا، أغلب العلماء اللي يذهبون إلى موضوع الجانب الفقهي، خلينا نحكي في موضوع التأصيل الفقهي للموضوع الموسيقى، يقول العلة في المغنى. يعني العلة وين؟ بالكلمات. لأنه المشكلة أنت هنا اللي هو كيف الناس كانت قبل تطرب، وليش حرم مثلا جزء من هذا الموضوع، أنه يأتي زمان على أمتي يحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، لأنه كان تختلط كل هذه الأربعة أصناف مع بعض، يعني تصير في نساء وشرب وكذا، وتعرف كل شيء يعمل جولة الثاني، فخلص تصير نعم أجواء، بالتالي إحنا نفقد الشرعية اللي أو نعم الحلال بالموضوع، فتصير نعم حرمة. لكن العلة عند جمهور الفقهاء يعني العلة في المغنى، فالكلمة من تخرج عن معطياتها الأصلية وتروح أنت تروح تغرز شوية كثير بالغزل، تروح إلى مفاصل المرأة أو مفاتن المرأة، أكيد أنت حثير يعني غرائز المقابل، وحتصير الموضوع أكبر. بالتالي حتى احنا كمستمعين، بغض النظر سواء كنت ملتزم او غير ملتزم، اليوم انا وعائلتي لو قاعدين وفي اغنيه طالعه اذا فيها وصف او غزل كثير قوي ما اقدر اسمعها، لا يمكن اني اسمح لبناتي او زوجتي او كذا واحنا قاعدين مع بعض. بينما من تسمع حتى الكلام كيف كان يتغزل، وحتى الغناء القبل يعني يختلف، يعني من تسمع غناء ام كلثوم مثلا لسه الغزل محترم تحسه، يعني مو مثل الغزل في الوقت هذا، يعني كان تكتب القصيدة بطريقة نوعا ما يعني شوية هي بعد ام كلثوم فرطت. طيب اعطينا مثال يا مصطفى، اعطينا مثال بس، يعني بدنا غزل. اي غزل. أخفي الهوى ومدى دمعي تبدي أخفي الهوى ومدى دمعي تبدي وأميته وصبابتي تحيي فمعذبي حلو المحاسن أهيف قد جمعت كل المحاسن فيه فكأنه في الحسن صورة يوسف وكأنني في الحزن مثل أبي أيا محرقا بالنار وجه محبي
مهلا مهلا فإن مدامعي تدفيه، أحرق بها جسدي، أحرق بها جسدي وكل جوارحي، واحرص على قلبي لأنك فيه. الله الله. إن أنكر العشاق فيك صبابتي فأنا الهوى وابن الهوى وأبيه. نعم نعم نعم. طبعا جوليا بتسألك، جوليا متابعتنا بتسألك، بتقول لك بعد طيور الجنة فيما بعدها قناة نون، الآن شو أخبارك؟ وين أناشيدك؟ على أي قناة؟ والله فقط على السوشيال ميديا حاليا، يعني مش على قناة معينة، قنوات البقية اللي عم تبث يعني لأني أغلب الأعمال صارت أغلبها أونلاين، يعني ما بطل حدا يتابع قناة فضائية بصراحة، فأغلب أعمالنا أونلاين. لكن أنا مقل شوي بالإنتاج بالفترة الحالية بسبب كثرة الانتقالات، يعني بالفترة السنوات الأخيرة عدم الاستقرار، هذا كله يؤدي إلى يعني قلة إنتاج. أضف إلى ذلك مشاكل الإنتاج كبيرة أيضا، يعني العبء المادي، العبء الجهد، الوقت. يعني جينا في مثلا بالبداية في مونتريال قلة استوديوهات، يعني يختلف عن البيئة العربية اللي كنا موجودين، وإن وجدت استوديوهات بكثرة هنا لكن مو نفس الأجواء اللي إحنا ممكن نسجل بها ألواننا، يعني أغلب الاستوديوهات غربية، يعني صعب تتعامل مع اللون الشرقي خلينا نسميه. محمد عيسى بقول لك إن شاء الله بعد ما ينتهي أو تخلص مشروعك صوفي جاز في تورونتو وانجلاء أزمة الكورونا لازم نعمل صوفي جاز في أوتاوا. هو كان من المقرر بصراحة، هي عندنا إحنا تور المفروض، يعني كان مونتريال، أوتاوا، وإدمنتون، وأعتقد حتى في لندن وأونتاريو. وكان عندنا في تاريخ 29 من الشهر مارش كان من المفترض أكو عندنا حفلة في أوتاوا كبيرة مع إحدى الجمعيات الخيرية. نعم، نسيت اسمها الجمعية، لكن Human Concern. لا مو Human Concern، Islamic Relief، يد الخير، أو مؤسسة هي جديدة يعني. أوكي. هاند وايت، اليد البيضاء، أو جمعية اليد البيضاء أو أيادي الخير. المهم يعني كان مفترض عندنا حفل كبير وكان له الطابع اللون هذا الجميل التاريخي والتراثي، اللون جزء منه صوفي، وكان موجود معنا المولوي المفروض، وبرفقة فرقتنا المصطفى أسميناها في مساقة، وكان معنا يكون المفروض يحيى حوا أيضا، لكن قدر الله ما شاء فعل أنه تأجل كل شيء يعني بسبب كورونا فيروس. إن شاء الله يعني أول ما تنجي للأزمة إحنا جايكم على طول. احنا آمين. أهلا وسهلا فيك، نتشرف فيك صراحة، ونتشرف فيك دائما هنا يعني معنا على طول الخط. وأنا اليوم حاب أسمع، بس هالمرة بدي بعرفش إذا 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 هذا ممكن ولا لا، تسمعنا جزء من الرضا والنور تبع أم كلثوم؟ ما حافظ، بس بدايتها أنا أكثر شيء تعجبني أنت عمري، يعني دائما. طب يا سيدي أنت عمري، أنت والله عمري. أنت عمري يا مصطفى. أنا بس بدي أرحب بعصام عدي شاعرنا من أوتوا، وبهديك بيتين من الشعر، بقول لك: سلام من القلب لا بالأيدي لمن تسري دماهم بالوريد، ولمن استضاف ومن حضر ومن أنشد وأبدع بالنشيد. الله عليك. الله الله يا عصام عدي. يعني عصام أبدع بالقصيد. أحسنت. عصام يتجلى في الشعر مباشرة، بيعطيك يرتجل الشعر ارتجالا. هو بقول انه ما بيرتجل الشعر، بس انا بعتبر هذا تواضعا. نعم ما شاء الله عليك. سمعنا مصطفى بيك. رجعون يعني لأيام
يا عيني. اللي شفته قبل ما تشوفك عيناي، عمري ضايا يحسبوني ازاي عليا. اللي شفته الله عليك. اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايا ضايا يحسبوه ازاي عليا. شفته قبل ما تشوفك عيناي، عمري ضيا ضيا يحسبوك ازاي عليا. انت عمري صباح اللي ابتدى بنورك، صباح انت الله الله الله. الله 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 يعني الله انت الله اليوم الله الله عمرنا كله، يعني يعطيك ألف 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 عافية. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا يعني هذه إلها أنت عمري بالذات إلها سر مع أم كلثوم بالذات، يعني هني فكرت هي إلها سر معك مصطفى. أكيد يعني معها طبعا إلها أسرار. إلها أسرار كثيرة. أنت عمري هي أول أغنية غنتها أم كلثوم على مقام الكرد، فكانت ظاهرة. يعني قبل كان الفنانين والملحنين في ذلك الوقت ما يعترفون بأي مقام غير المقامات الشرقية، لأن المقام الشرقي صعب، اللي هو بيه ربع تون، يعني مش تون ونصف تون، ربع تون. فكان صعب يعني ما يغني إلا المؤدي الصح، يعني الشرقي راس السيقال وهكذا، المقامات الشرقية. لكن أم كلثوم فاجأت الجميع أنه طلعت بهذا بهذه الأغنية، فكان ظاهرة أو كيف أم كلثوم تغني كورد، ولكن أجادت بها وأبدعت. صحيح صحيح. لا وأنت أبدعت اليوم، أبدعت يعني حقيقة. ترى يعني أهل العراق أنا عم بطلبوا طلبات وما أقدر أكسفهم، لأنك يعني من أهلهم أنت، طالبين مدح في الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكيد يعني سلام. بدنا نسمع إشي عن الرسول وبدنا حب الرسول. البردة البردة ممكن، لكن في أشياء يعني ممكن الناس بس شوية في حلو أيضا غزل أو وصف للنبي. جميل جميل. تفضل صلى على سيدنا محمد. بمحمد خبر المحامد يعظم، وعقود تيجان القبول تنظم، فله الشفاعة والمقام الأعظم.
يوم القلوب لدى الحناجر تكظم، فبربي صلوا عليه وسلموا، فبربي صلوا عليه وسلموا. جاءته أخبار النبوة في حراء، فأتى خديجة ساطعا ومنورا، فحكت خديجة لابننا فلما جرى من شأن أحمد إذ غدا تستفهم، فبربه صلوا عليه وسلموا. قال أنت تلك الوحي المتعبد برسالة، اقرأ باسم ربك وابتدي. فأجاب لست بقارئ من مولدي، فتلا عليه اقرأ وربك أكرم، فبربي صلوا عليه وسلموا، فبربي صلوا عليه وسلموا. قال ابننا وفلداك يؤثر عن النبي يضرب بمكة والمقام بيدرب، سيكون بين المصدقين ومكذبين، وسيكثر القتلى وينسفك الدم، والله ما خلق الإله ولا برا بشرا ولا ملكا كأحمد في الورى، فعليه صلى الله أقلم جرى، وسناد يا نوره المتبسم، فبربه صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أحسنت أحسنت. طيب الله أنفاس يا مصطفى، يعني نعرفهم يعني شيماء من ست ابتهال، تحياتنا ست خولة، يعني
كلهم تحياتنا الحارة لهم. ست اعتدال. اعتدال عفوا. اعتدال. اعتدال نعم. اعتدال طبعا مشهورة في كل كندا. طبعا. وإعلامية وإعلامية مشاكسة. هي العلم العلم مالتنا احنا نقول بالعربي هي البيض. طبعا انا شايف في اجانب عم بيعلقوا بقول لك يصل الى القلب والعقل مباشره، يعني بارك الله فيك، يعني شيء فعلا جميل ورائع. ونعم ونفتخر باستضافتك اليوم ونتشرف بوجودك معنا وبين اهلك وحبايبك وعائلتك. ان الشرف اكيد ان الشرف. طيب ايش الالوان الاخرى اللي انت بتشوف انه النشيد اغفلها، يعني تركها، ما يعني مفروض انه حكى فيها؟ يعني احنا بنعرف النشيد حكى في عن الام كثيرا، حكى عن قضايا اجتماعيه اخلاقيه، طبعا حكى في الايمان كثيرا كثيرا كثيرا، لكن هل في زوايا معينه بتحس انه تم اغفالها والمفروض انه يصير في تركيز فيها؟ والله بصراحه ما في شيء، يعني قلت لك اغلب المواضيع تقريبا اتطرق لها، يعني ممكن الا المواضيع اللي هي ذات مستوى، عفوا يعني بهالكلمه، المستوى المتدني، يعني دائما المشهد تشوفه يترفع عن غناء شيء هابط خلينا نسميه. نعم. دائما يطرح مواضيع، يعني حتى الكورونا هم غنوا عليه جماعه. لا في أغنية على الكورونا في النشيد ولا؟ إحنا يعني أغلب ترى اللي تسمعها هم بالأصل هم منشدين حتى. طب أعطينا مثال خلينا نشوف. يعني كثير. بلكي حبينا الكورونا. والله أنا ما تقدرني بس. لا إحنا طبخها. لا كل زملائنا الفنانين المنشدين يعني بالذات بالأردن يعني ما شاء الله أبدعوا يعني بأعمال. لا في الأردن غنوا عن كل شيء. عن كل شيء. على الفلافل غنوا كمان. هي الفكرة أنه أنت تطرح يعني مواضيع الشارع، مواضيع اجتماعية. شنو محتاج من عندك؟ القضية الاجتماعية المهمة في ذلك الوقت وذلك الزمان يجب أن تكون مواكبة، وإلا هو صحيح قيمة للفن. هو صحيح. يعني أنا بس بدي أعلق تعليق بسيط بعد إذنك دكتور جمال. في ناس تخلط بين الموضوع النشيد، هو إذا إجينا في حقيقة الأمر هو كله غناء، ولكن أخذ النشيد أخذ صفة اللي فيها اهتمام بالكلمة، والكلمة بيكون فيها لها خلفيات يعني إسلامية متسقة مع الضوابط الشرعية لالتقاء الكلمات. لكن في الحقيقة إحنا مش عمالنا بنقول إنه اللي بيغني غناء في الغزل أو بيغني غناء وطني هذا معناته خرج عن الدين. لا هذا لون، هاي ألوان. إحنا بنتكلم عن ألوان، وما بنتكلم عن إنه اللي غير إنه 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 نشيد إسلامي ما غيره ليس إسلامي. يعني حتى من يكون يعني خلينا نسميه إنه إحنا عايشين بقصر عاجي مثل ما يقال، لكن احنا ناس من المجتمع، يعني يبقى يعني نبقى كليتنا احنا عايشين. ممكن اني اسمع اغنيه معينه، يعني يكذب اللي يقول لك انه والله انا ما اسمع اغنيه ما اسمع كذا، يعني في مبالغه بهذا الوضع. ممكن اسمع فن معين او اغنيه معينه تجذبني، يجوز ارددها، اصير ارددها بالذات اذا لامست وجداني ولامست مشاعري، لان نبقى احنا بشر، احنا عندنا احساس مرهف، نشعر بالآخرين، نحس، نعيش حياتنا الطبيعية مثل ما يعيشون العالم. يعني أذكر لك مواقف مضحكة كثير بالمهرجانات تصادفنا، تعرف اللي يشوفك من خلال الشاشة غير عما يشوفك على الواقع. يعني فالناس كانت تشوفني مثلا بالتلفزيون، فأذكر إحدى الدول يعني رحت، كان عندنا حفل، فواحد من الجمهور طلع بي ومبتسم وهاي قال يعني اخيرا شفتك انت مثلنا هيك، يعني قلت لك يعني متخيلني راح اتحول، يعني مثلا اجي متحول يعني بوكيمون انه متخيلني رجل فضائي، يعني انه نازل لك من الفضاء. اكيد قلت له حبيبي مثلك يجوز انت عايش احسن مني، يعني فمو بالضروره انه الفنان يعني يطلع على التلفزيون معناه هو له. وكذلك المنشدين يعني ايضا، حتى من يعني هو
من قال ان المنشد هو لازم يكون ولي صالح؟ يعني انه كليتنا نرتكب اخطاء وعندنا مشاكل وكثير يعني، فهذا الموضوع طبيعي جدا. وانتم بتحملوا رساله للمجتمع، وهي الرساله مهمه جدا. قد تكون مثال النشيد يعني، يعني انا كنت بدي اعطي مثال شركه جوجل، ما لها خص في الفيديو ولا ميوزك برودكشن، ونزلت اغنيه لغسل اليدين خلال فتره الكورونا، وهاي الاغنيه انتشرت بين الناس. بس تحكي لها هي جوجل واتس ذا سونج فور واشينج هاندز، راح تطلع لك، هي طلعت وراح تساعدك انك تغسل ايديك، يعني خاصه للاطفال. فقد يكون هذا مسج يعني، يعني ممكن تنقذ فيه حياه بني ادمين، يعني مش غلط انك تحمل مسج او رساله من خلال النشيد. يعني انا اذكر بداياتنا كنشيد، يعني خلينا نتكلم على انه كيف بدينا بالنشيد. يعني هي كانت رسالتنا انسانيه قبل ما تكون دينيه للامانه. يعني احنا نحمل قضيه، القضيه اللي كنا نحملها على بالدرجه الاولى هي كانت القضيه الفلسطينيه مثلا. رجعيك سؤال عليها. فاحنا كلنا ربينا على هذا الشيء، يعني من احنا وصغار شربنا القضيه الفلسطينيه شرب، يعني في العراق بالذات، يعني كنا عايشين مع هذا الموضوع. فكان من احنا وصغار احنا عارفين القضيه الفلسطينيه غير انها قضيه دينيه وغير انها قضيه وطنيه، هي قضيه انسانيه بالدرجه الاولى. فلذلك يعني احنا اغلب القضايا يعني اللي كنا نطرحها من خلال الفن اللي احنا نقدمه هو قضايا انسانيه وجدانيه، يعني تلامس الناس ومشاعرهم والبيئه اللي هم عايشين بها، سواء كان عن الاب عن الام عن الصديق عن الوفاء عن الامانه، يعني كثير كثير قضايا طرحناها. طيب على فكره يعني هو جايك سؤال، اجاني سؤال اسري بيتي اتسرب من خلف الكواليس. حلو. بما انك بتحكي على القضيه الفلسطينيه بدهم يسمعوا منك موطني. حاضرين. هو بقول لك ترى في، انا بقول لك اياها، اهل فلسطين كلهم يحبونك يا مصطفى. انا اعشقهم مو بس انا اقف اجلال واحترام لكل شعبنا الفلسطيني وكل شخص يعني ينتمي الى هذا البلد العظيم، يعني وان شاء الله يعني الله يكتب لنا نروح نزور فلسطين ان شاء الله كل يعني كليتنا بالجروب هذا. آمين. امين امين ان شاء الله. ايش حابين تسمعون؟ موطني. يلا حاضرين. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما ظالما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ سماك تبلغ سماك. موطني موطني. الله 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 يا ربي رجعنا لأوطاننا سالمين غانمين قريب إن شاء الله. إن شاء الله. ميوت يا دكتور. دكتور جمال. نادية بتقول لك أدمعت عيوننا ولمست قلوبنا، وأنا بقول لك نفس الشيء، أدمعت عيوننا ولمست قلوبنا. موطني هو ليس لفلسطين وليس للعراق وليس لسوريا وليس للأردن وليس للسعودية وليس اللي هو لكل العرب، هو لكل من أحب وطنه وأحب تراب هذا التراب المقدس من الوطن العربي. فمن هنا تحية إجلال. أحييها النادية. شكرا نادية، شكرا على ثنائك وعلى كلامك الرائع.
وانت عزيزه على القلب يعني، اكيد انا يعني اعرفها النادي يعني معرفه شخصيه، تحياتي لها. ما شاء الله. الحقيقة أنا يعني احتفظت بديوانين شعر، وكنت دائما أقرأ منهم الكثير، بجوز ما قرأت في ديوانين بمقدار ما قرأت فيهم أو منهم. الديوان الأول اللي هو ديوان حافظ إبراهيم، وكانت درة موطني، وأحفظ به كثير من القصائد. ما شاء الله. والديوان الثاني ديوان أبو القاسم الشابي، وكانت درته: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. فهذول بالذات الديوانين في إلهم، والشاعرين هذول بالذات في إلهم يعني مكان خاص عندي. نعم ف ما شاء الله. يعني أطربتنا الله يسعدك. بما سمعنا منك يا مصطفى. الله يسعدك. مصطفى، طبعا في ناس بتطلب الأذان مرة ثانية، وفي ناس بتطلب أغاني عادي، وفي قصائد يعني احنا صراحة يمكن كثير طلبات عليك ومش مش قد عارفين. عندنا وقت، عفوا، مش قد عندنا وقت بالبرنامج. اللي بدك اياه احنا كلنا نكتر. طيب انا اساعدهم يعني، لانه اذا ظلينا هم يطلبون ممكن الموضوع يعني، خاف نزعل حدا ونلبي طلبات حدا صحيح ويزعلون، صحيح. فخلينا احنا نختار على ذوقنا طيب مثل ما تقول يعني. تفضل تفضل. طب تعطينا هيك شيء يكون فيه انت عراقي لازم يعني كافي. لا نحكي شيء فيه حركة، ها شويه، نحكي شيء حركة. لا نسوي لكم شوية عراقيات همينة. يلا 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 عراقيات. في واحدة محمد يقول عراقية لك شوية منقبة نبوية، ما ماني فاهم. منقبة نبوية يقصد، اي يعني منقبة. اوكي المنقبة النبوية اللي هو المولد النبوي العراقي. يلا، ها هاي الإشارات اللي بين العراقيين يا دكتور جمال. احنا اسرارها. طيب نقول راح نسوي موال هو للوطن، وهذا جميل. للعراق وفلسطين وكل متابعينا، كل واحد مشتاق لوطنه. تمام. آمين. ساعة وتغيب الشمس، ساعة ويجينا الليل، ساعة وتغيب الشمس، ساعة ويجينا الليل، ونرد حيل ودمع ومنين نجيب الحن. روحي حمامة صفات وبيت أهل الدور، اشتاقيت لأمي أنا والخبزة التنور، الله بديرة هلي بالطعم يختلف حتى الماي، حتى الهوى ينهلي يختلف والله واي، وكل ليلة تسوى العمر لو قعد وهلي وياي، كل ليلة تسوى العمر لو قعد وهلي وياي، ومن يد أم الصبح محلى استكان الشاي. يا منطقتنا حليم، أرجع لأصحابي وكل ساعة صاحب يجي ويدق علي بابي، مشتاق للمدرسة وللجرس والساحة، وأطفال نركض ركض بس نشعر براح، إش ما دار بي الزمان، إش ما دار بي الزمان.
الآن أبقى الهدي ميال ومنين أجيب القلوب يتحمل الترحال. تزعل يا وطن تزعل يا وطن وارجع راضيك تزعل يا وطن وارجع راضيك وحن بغربتي لترابك وراضيك أفرح من أشوفك أفرح من أشوفك ما أراضيك وإذا مسك حزين حسيت بي أويلي 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 وانتم عيوني سالمي. الله انا بطل عندي حكي يا دكتور جمال. انا يعني بدي احكي خلف الكواليس صراحه عيوني دمعت يعني ب شوقنا للوالدة وللوطن والاستشانة الشاي والخبز التنور حركت فينا المشاعر أبكيتنا وأدمعت قلوبنا ووجعتنا يا مصطفى. الله يعطيك ألف عافية ويزيدك من خيره ويحفظ لك هذا الصوت الرائع يعني عاشت أحاسيسك وعاشت. يلا إن شاء الله بعد الكورونا قريبا بأوتا ونجيكم إن شاء الله على يا طول. ضروري برضه. ضروري يعني يعني تنزل سهلا وأهلا. الله يحفظك يا رب. طبعا أنت لاحظت إنه ما معه هو ولا آلة موسيقية فكان حتى يعزف نعم. الناي نعم. بتمه يعني هي هذه من الأشياء المتغيرة والمتقلبة بين المنشدين من فترة قريبة. طبعا انا اتوقع انه مصطفى ما عنده مشكله انه ينشد بآله موسيقيه ولا لا؟ من اغلب حفلاتي بموسيقى انا. نعم لانه هو كان في القديم كان الرائج انه النشيد من غير موسيقى لبعض رواج الفتوى الشرعيه في الموسيقى. بعدين بدات الفتوى الشرعيه تختلف وتعود الى يعني المذاهب اللي رات بجواز الموسيقى. وطالما انه ما مثل ما حكى مصطفى طالما انه الكلمه كلمه منتقاه وغير ما فيها اي مخالفه فبالتالي مرافقه الموسيقى لها صار فيها امر مختلف يعني في الوقت الحديث. وفي الاخير هي اختلافات ولكل واحد من الاراء حجته ودليله. انا شخصيا اميل لما مال اليه مصطفى وأجد أنها عبارة عن خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. طبعا يا مصطفى أبدعت وإن شاء الله نتمنى للجميع أن يكون هذا شهر رمضان شهر مغفرة وطاعة ونقترب إلى الله سبحانه وتعالى خلال هذا الشهر. طب أنا أطلب طلب يا دكتور جمال. تفضل تفضل. يعني أنا من لما قعدت ما طلبت ولا طلب. لا تؤمر. بدي أطلب من النقشبندي يا مصطفى. يلا إن شاء الله. الشيخ النقشبندي يعني عنده كثير أنا ما قليل الحفظ لكن راح نسوي وحدة قريبة من لون الشيخ النقشبندي اللي هي طرقت باب الرجاء يمكن أنشدها هو. طرقت باب الرجاء جميل جميل. إحنا في أجواء طرقت باب الرجاء. نعم أو بتنشد لنا شو اسم القصيدة المشهورة مولاي. مولاي مولاي إني ببابك. بصراحة ما حافظ طيب لكن طرقت باب الرجاء نسويها.
طيب طرقت باب الرجاء، جميل، طرقت باب الرجاء. شوية منها وانت شوية حلو مقام والناس قد رقدوا اي ما أشكو كان إلى مولاي ما أجد. طرقتم باب الرجاء طرقتم باب الرجاء قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا الله الله فقلت يا وقد مددت يدي إليك بالذل مبتهلا وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد أشكو أشكو إليك أمورا أنت تعلم ما مالي على حملها صبر ولا جلد فلا تردنها يا رب أن تردنها يا رب خائبة فبحر جودك فبحر جودك فبحر جودك يروي كل ما يلي
الله انا جبت لك دف بس ما بعرف ادق عليه اعطينا اولو اياه من هون طبعا ما صوتنا اجاك مكالمه لا لا صوتك صوتنا سامع هلا اي بس بطلت تسمع من السبيكر الصوت اختلف هو وانت الصوت عندك اختلف كمان صوت عندك اختلف مصطفى اي يعني هلا سامعين سامعينك سامعينك بس اول كان الصوت فيه صوت اقوى ما بعرف تحبون اطلع من المكالمه وارجع لا لا اتس اوكي اتس اوكي اتوقع هيك تمام احنا على وشك ان ننهي ففي ناديه بتقول لك ما حتطلع من الميمعه هاي غير لما تغني هاي الاغنيه بدها اياها انا حاضر طبعا بتقول لك اذا وصلت اوتوا في كنافه الله اكبر انا ضعيفه امام الكنافه يلا بناكل كنافه بعرواك يا مصطفى بناكل كنافه بعرواك طيب في أغنية أنت غنيتها في أحد المهرجانات لفلسطين من أهل العراق بدها إياك تغنيها بس شو بداية أنا كلها أغاني للجسم أنا بعتت لي اللينك حسمعك جزء منها هذا الموال ذكرته يا الوجه حيتني ثناياها يا هذا غزل عراقي فلسطيني شايف يلا هم غزل هم عراقي الله الله وبتقول لك قال فيش غزل تفضل يا سيدي تفضل يا سيدي طلع النشيد كله غزل يا سيدي بقول النشيد طلع كله غزل احنا بنفكر طلع كله غزل غزل في الوطن وغزل في الحبيب وغزل في الرسول غزل حط غزل وكمل حط غزل وكمل تغزل يا سيدي تغزل منيحة الوجه حيتني ثناياها منيحة الوجه حيتني وسطرت في سما روحي تعالى قالت حبيب عراقي فقلت لها قالت حبيب عراقي فقلت لنا أنا وكل العراقيين نبوا من يلتقي ؟
فليلتقي فلسطين الخير تيمه ذاك الجمال الذي تحويه عينانا. خذي تحايل العراقيين من شفتي وهاك روحي فأوصي في ثنايا يا يمه في دق عبابنا يا يمه أي دق تحبابنا يا يمه في دق عبابنا يا يمه أي دق تحبابنا أو يا يمه أي دق قوي يا يمه دقت فدائي أو يا يمه أي دق قوي يا يمه دق غزاوي ويا يمه أي دق عبابنا يا يمه أي دق تحبابنا ويا يمه أي دق قوي يا يمه دق فلسطين ويا يمه أي دق قوي يا يمه دق عراقي. الله يعني ايش تقول لك؟ يعني معها حق ناديه تطلب، والله معك حق يا ناديه، ابدعت. ما شاء الله، والله يعني شفيت القلب و سنشتاق لك يعني بعد دقيقه من تسكير هذا اللايف يعني للاسف. احسنت يا مصطفى صراحه، يعني كانت ليدي زي ما توقعنا ليدي من العمر عليكم، يعني يسافرنا اذا اطلنا واذا حدثنا شيء يعني احنا لو الفجر جلسنا معك ما راح نمل. احنا فقط بنخرج حتى نترك اشواق فقط. اكيد احنا بنوعدكم ان شاء الله انه نستضيفه مره ثانيه لمصطفى، لانه يعني ما اكتفى لا القلب ولا الاذن ولا الفؤاد منك يا مصطفى. وجهك والسموح وضحكتك الحلوه وصوتك الرائع، الكل أبدعت بمعنى. أنا بدي أترك لك آخر دقائق إذا بدك تحكي شيء للجمهور بدك. يعني اسمح لي من خلالكم أشكر كل اللي يتابعونا طبعا عبر هذه الشاشة الجميلة، ويعني نوعدهم إن شاء الله أن طلعت أخرى وياكم من خلالكم، وإن شاء الله يا ربي يعني نزوركم قريبا أيضا في أوتاوا وباقي المدن الكندية اللي يتابعونا من داخل كندا، وحتى إن شاء الله اللي بالخارج الله يكتب لنا إنهم يعني معاهم لقاء إن شاء الله قريبا. ويا ربي أتمنى إنه يعني ينعمون بالصحة والعافية بهذا الظرف الاستثنائي، وإن شاء الله يبعد عنكم كل مكروه إن شاء الله يا رب جميعا كل من يشاهدنا. آمين يا رب. آمين. الله يسعدك أستاذ محمد. أنا مش راح أكثر حتى حكي كثير، لأنه مع العلم بعرف إني أنا ما حكيتش كثير الحلقة هاي كباقي الحلقات، عادة ما بحكي. لكن حختم بشيء طلب من أخوي وحبيبي مصطفى. مشروع، أنا أتمنى عليك أنه تشتغل على مشروع لكندا، يعني المنشد الإسلامي، المنشد الوطني، المنشد العربي، المنشد العراقي، سميه ما شئت، تحاول أنك تخرج مشروع نشيد لكندا يكون على غرار السلام أو النشيد الوطني الكندي، ينشد مصطفى العزاوي ومن معه من فرقته. حقيقة هذا مشروع مهم لهذا البلد. نعم شغالين على مثل هذا المشروع صراحة. ما شاء الله ممتاز. أيوة. ممتاز بارك الله فيك. إن شاء الله يلاقي النور قريبا يعني إن شاء الله، وطبعا تعلنوا من عندنا من هم تطلقوا إن شاء الله. بما إنه أنا اللي أوحيت لك فيه
لا مو شغالين عليه احنا اصلا. راحت عليك. بس لازم من اسمع، خلالك، لازم اللي طبعا في كنافة على قاعدة الكنافة بنحكي على الكنافة. اي بس نادية لازم تسوي. النادي عن النادي. طبعا باسمي وباسم اخوي محمد تميمي وباسم كل من كان معنا لايف او حيحضروا هذا الفيديو لاحقا، سواء اليوم غدا بعد غدا، انا ححضره مرة ثانية وثالثة ورابعة. بقول لك نشكرك مصطفى على وقتك وعلى صوتك، وندعو لك ولأهلك ولعائلتك بكل حب وخير، وإن شاء الله ربنا يبقى حب المصطفى وحب الله سبحانه وتعالى في قلبك، ويديم حبنا وحبك لنا لأننا نحبك في الله إن شاء الله. والله أنا كذلك، الله يحفظكم جميعا. فشكرا لك، وشكرا لما أعطيتنا اليوم، أشجيتنا وأبكيتنا وأضحكتنا وجعلت فينا كل المشاعر تتحرك. الله يسلمك. باسمكم جميعا بشكر مرة ثانية أخونا مصطفى، دكتور مصطفى، صديقنا مصطفى، وبذكركم في لقاء غدا إن شاء الله راح يكون موضوع مهم، الساعة 8:30 مساء كما وعدناكم. سنستضيف الشيخ محمد الهاشمي، سنتكلم عن محور الأسرة، محور مهم جدا خاصة في الوقت الحالي، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الدينية، من الناحية الفلسفية. سيكون معنا الشيخ والإمام محمد الهاشمي، فتيونون وانتظرونا غدا إن شاء الله، وتصبحون على وطن. تصبحون على خير.